بلسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا لماذا بعض الأطفال لا يأكلون وبعض الأطفال لا يشبعون، مع ضيفتنا خبيرة الغذاء والتغذية السيدة ندى زهير الأديب، مدير إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة في أبو ظبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، وأيضا نرحب بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. نرحب أيضا بخبيرة الغذاء والتغذية السيدة ندى زهير الأديب. سيدة ندى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا دكتور. يا مرحبا، وكل عام أنت بخير. وانت بخير وعافية، يا مرحبا بك. متى سنحتفل بأنه يكونوا أطفالنا كلهم أصحاء عزيز؟ الله أعلم. والله إذا وصلت الثقافة الغذائية إلى مستويات عليا في عقول الرجال والنساء، أعتقد بربون عيالهم تربية صحيحة من ناحية غذائية. نعم، لأنه مثل ما عم نشوف يعني للأسف صح أطفالنا بيتناولوا أغذية وأطعمة مختلفة، لكن هذه الأطعمة غير صحية، يعني فقط تزيدهم وزنا، تزيدهم سعرات حرارية، تزيدهم أيضا مواد مصنعة وغير ذلك، ويشعرون بالجوع. نعم، فالأسباب يا دكتور ليش دائما الطفل يحس بالجوع؟ الأم، بداية الأم قبل الأب، لازم هي تحاول تعرف الأسباب، والأسباب تكمن عندها هي في بيتها. قد يكون واحد من الأسباب المهمة أنه يوم عارف أشوف ولدي دائما يعان، خاصة لما يروح حتى بيوت الناس ويأكل بفجاعة، خاصة الحلويات، لأن هي حرمتنا 100% من طبق الحلويات أو 100% من أي وجبة مفضلة عنده. الطفل هو في النهاية طفل ما يفهم الصح من الغلط، لكن إنك تمنعينه هذا تحسس، يعني تولدين عنده الشعور بالرغبة لهذا الطعام، لو يعني سنحت له الفرصة إنه ياكلها فدائما بعد يشوف بالجوع. فأنا مو عشان خوفا عليه إن هذا الأكل ضار ما ينفع صحته إني أمنعه مرة واحدة، هذا مو بحل. هذا تحسسينه دائما بالحرمان وبالتالي دائما بالجوع. انتقلي للأطعمة بشكل منظم دون حرمانه وبكمية قليلة. يعشق الحلويات، غلطة انت بالبداية، انت اللي سويت هالشيء، انت اللي دخلت الحلويات في البيت، انت وريلك، فمن باب اولى تسحبين هالحلويات بشكل تدريجي، ولكن بدون قطع، بدون ما يكون بعدين بالنهاية خلاص او اوقف مرة واحدة، لا خليه ياخذ حلويات لكن على فترات متباعدة، ما تحرمينه منه. فبعض الامهات يسوون هالحركة، بس في شيء ثاني يخلي الاطفال بعد يعانين دكتور. في بعض الأطفال فعلا تحس أنهم يعانين، لأن الأم لو تلف وتدور بتعرف أنها هي أهملت وجبة الإفطار بالذات. نعم، وجبة الإفطار عندها مهمشة، مو مهتمة فيها، مهملة، لأنها على عجالة من وقتها، يعني عندها شغل فتهمل الوجبة، أو إذا سوت الوجبة تسويها يعني ما قل ودل، يمكن كوب من الحليب يلا اشرب، كومفليكس عادي فيه حليب يلا خذ، ناقصة وجبة الإفطار. نعم. فالطفل حليلة يشوف بالجوع خلال ساعات النهار، وطبعا وجد إذا انحرم من وجبة الفطور بالأساس، هذه لها علاقة طبعا بزيادة الوزن والبدانة، هاي دراسات علمية من زمان. نعم. محطوطة من أكثر عن 20 سنة، فمن باب أولى أن هي تعطيه وجبة إفطار متكاملة. يعني ها طبعا أعطيك السبب الثاني. نعم. فالحل نعطيهم وجبة إفطار متكاملة، يعني كوب حليب مع كومبلكس بالحليب، وفي فراولة مثلا أو موز، عندنا كوب حليب مع منقوشة زعتر، وعندنا خضرة، ما حد قال الخضرة بس للظهر حق وجبة الغداء، الخضرة الظهر والصبح وفي الليل وما بين الوجبات. يعني لازم نشوف الأجانب يسووا لك شرايح خس، عفوا مثلا جزر وخيار، ويغمسونه مثلا بصوت عشان احنا نقلدهم، لا لازم يعني نشوفهم يوم يسوون شرايح الموز يحطونها زبدة الفول السوداني عشان نقلدهم. فالخضروات الفواكه في أي وقت. نعم. عندك مثال ثاني، كوب من الحليب مثلا مع قطعتين توست فيها بيضة، المهم لازم تنوعين في وجبة الفطور وتكون متكاملة. هذا السبب الثاني. ليه حق السبب الثالث؟
الثالث ليش الولد يعان دائما على رغم ان احنا ناكله؟ نعم. اذا انتم تعالوا شوفوا شو اللي قاعد تاكلونه، احتمال تاكلونه اغذيه فارغه، فتصبح المعده فارغه وبالتالي دائما يحس باليوع. يعني لانها ما عندها وقت كافي الام، فما عندها وقت انها تحضر اطعمه صحيه، فتي حق الاطعمه السريعه اللي تجهزها بسرعه وناسي ان هذه تنحط تحت بند غير صحيه. اندومي جاهز يا دكتور، بيتزا اللي كنت راح اسالك عنه. كنت راح اسالك عنه، عن الاندومي. إيه؟ ايوه، والبيتزا المفرزنه جاهزه، الناجتس مفرزن جاهز، اي شيء محتاج بس قلي على السريع بطاطا، كل هاي تقدر تسويها بسرعه، معناته يعني وكانه يعني مثل ما تقول انا ما عندي وقت، مو فاضي اسوي اطعمه اللي تاخذ لها وقت وهي صحيه. فهذه كلها مدعاه الى وجود سوء تغذيه عند الطفل وبالتالي ما تشبعه لفتره طويله. اذا شو الحل؟ الحل ردي يا ايتها الام لوجبات فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها دهون صحيه. مثال على ذلك سلطة مع سمك وبطاطا مشوية، ملوخية بالدياي مع العيش، مثلا لازانيا بالخضرة وعدالها سلطة، مثلا برياني مع قطعة لحم عدالها روب وسلطة. أما نواقص وأطعمة سريعة هاي بتحسس دائما باليوع، ولا تعطينا العصاير بكمية كبيرة لأنها كلها ترفع منسوب الأنسولين وبالتالي يرد مرة ثانية ويحس باليوع، وغير أن يحس باليوع أكيد بزاهمة المرض السكري والسمنة. قبل ما نكمل شو نعم. كنت فاطر كتبت تسأل عن موضوع، طبعا مثل ما ذكرتي هذه الأطعمة حقيقة أو الوجبات الفارغة تماما من الناحية الصحية، يعني للأسف يعني ندخم أطفالنا بها. وطبعا كان أحد الأشخاص يسأل تحت الهواء يعني إذا الطفل متعلق بالحلويات وبالشوكولا، الطفل أقول له وأنت جاوبتي على هذا الموضوع، لم يعرف ولم يختبر الحلويات أو حتى الشوكولا أو حتى الأندومي وحتى المشروبات الغازية إلا من خلال أنه تقديمنا نحن لهذه الأطعمة في البيت. فالطفل مثل ما منعوده منذ الصغر يتعود على الأطعمة، لكن للأسف المشكلة في يعني فينا نحن ككبار كأباء كأمهات، هي المشكلة الأساسية. فحينما لا أتناول أنا كأب على سبيل المثال وجبة الفطور، فكيف لابني أن يتناول أو يعتبر أن وجبة الفطور هي هامة جدا؟ يعني لا أعتقد بأن هذا الأمر سيكون مقنع. كيف لي أنا مثلا أمنعه عن تناول الوجبات السريعة وأنا بنفسي أقوم بطلب هذه الوجبات؟ لا الأب والأم هم القدوة يا دكتور، لكن بعد يعني أي شيء يشوفونه في السوق يشترون. يعني لما طرأت الحين كلمة الأندومي، يا أخي الأندومي قلنا لكم تراها شعيرية مقلية، والكيس اللي فيها تخبيصات الدنيا كلها فيها، وكل مرة تطلع علينا دراسة. فأنتوا ليش كل شيء جاهز تجيبونه وتحطونه؟ إذا أنتوا ما تعرفون الأندومي الآسيويين كلهم مضروبة الكليتين عندهم من كثر ما طايحين 24 ساعة في الأندومي، لا يقولوا لي لا هم بخير ما فيهم شيء، ما استوى لهم شيء، ما يام السرطان. وشوفوا الأمراض الثانية في الكليتين، أكثر الدول المصابة الآسيويين نتيجة البلاوي اللي قاعد تنحط في كيس اللي تغرونه يا الأمهات على الأندومي. نعم. لكن يوم نيجي على الحلويات زي بنيجي على السبب الرابع يا دكتور. ليش الولد يعان؟ لأنكم أنتم 24 ساعة تأكلون حلويات، فعودتوا عيالكم على نفس النمط الخاطئ اللي تعيشونه في البيت، إنه يأكلون 24 ساعة الحلويات. هم اللي نحنا خلاص ترسنا بطونهم، إذا شو ترستوها حلويات، هذا يرفع السكر في الدم، فيرفع نسبة الأنسولين في الجسم، وبعد شوية ينخفض السكر في الدم، فيرد يحس عمره مرة ثانية إنه يعان ومزاجه تعبان، وكله تكدسات سكريات على دهون في الجسم. يعني أنا شو سويت؟ أنا سويت طامة. فلو ينا على العادة هاي الغلط اللي أنتم معودين فيها عيالكم ويحسون دائما باليوع بعد كل 20 دقيقة من تناول السكريات، من باب أولى تقللون السكر بشكل تدريجي، يأكلونه باعتدال. والأحسن يا الأمهات أنكم تسوون الحلويات في البيت، يعني فطيرة نوتيلا اللي تجيبونها من السوق وملغمة سكريات وبعدها يحس باليوع وراها، من باب أولى تسوين فطيرة في البيت عبارة عن فطيرة تفاح. تفاح في النهاية هاي فاكهة طبيعية سكرها حلو، وأنكم تضمنون تعطون أطفالكم الثلاث وجبات الرئيسية بجانب الوجبتين الخطاب. التمر، يعني التمر بإمكاننا أن نصنع في البيت حلويات مختلفة ولذيذة ومفيدة. هاي بزيدها بكتبها فطيرة. نعم. التمر. نعم. ليه حق السبب الخامس؟ نعم. دكتور ليش يحسون الأطفال دائما باليوع؟ لأنهم 24 ساعة مجابلين أجهزة اللابتوب
أو الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة. نعم. ساعات الطويلة غير أنها تزيد نسبة الجوع عندهم يا أخي، تسبب لهم جفاف في العين، يؤدي إلى التهاب في العين، بعدين يؤدي إلى ضعف النظر. هاي وحدة. ثاني، ما يتعلمون في هالدنيا غير الإلكترونيات، ما قاعدين يتعلمون الحياة الاجتماعية، لأن 24 ساعة قاعدين وراء هالأجهزة. شو تعلموا في الدنيا؟ شو تعلموا من على عادات وعلاقات اجتماعية ومقابلة ناس وتدخل في تجربة وتتعلم من وراها مهارات الحياة الأساسية. نعم، بتروح منهم مرة واحدة، بجانب الخمول والزيادة في الوزن. نعم. لكن كل هذا بعد وراه يوع. فاليوع شو هو اللي يا دكتور؟ دائما اليوع يخليك تاكل اي اكل خبصة، اي نعم. اكل غير مدرك اذا هو صحي ولا غير صحي. فمن باب اولى تبعدون عيالكم عن هاي الاجهزة، وحددوا لهم وقت زمني معين، لا اكثر ولا اقل. طبعا هذا يعني لو قاطعتك اختي ندى، حتى الكبار للاسف والموظفين يعني في العمل حينما يشعرون بالجوع يقومون بتناول المعجنات او البسكويت او الشوكولا، وطبعا كلها للاسف يعني طريقه خاطئه. لان اذا سالت خمسه من اللي قاعدين يشتغلون وياك في العمل، واحد بيقول لي انا ما فطرت، واحد يقول لي فطرت والله كاسه حليب وما كملت بعدني الوجبه، واحد يقول لك انا ما حضرت لي وجبه خفيفه عشان اكلها فعلا الساعه 10 او 11، لانك انت لما تشتغل تصرف طاقه في تحليل في تفكير في شغل، هذا كله يصرف لك طاقه، فلازم تعوضها كوجبه خفيفه. وفي اللي مأخر لك وجبه العشاء لين الساعه 5 6 7 المفروض تاخذها 3 او 4 بالكثير. فهذا مدعاة للغلو. وفي للاسف هناك من يتناول وجبه واحده فقط، يعني يقتصر ويعتقد بانه يقوم بطبعا تنزيل الوزن. هناك سؤال من الأخ محمد الجزيري يقول: تحياتي لك دكتور بسام ولضيفتك، سؤالي ما هي الطريقة التي أحبب الأطفال بالأكل الصحي؟ حببهم أول شيء أنك أنت تفرضها بشكل يومي، لأنك المفروض أنت تأكل وجبة صحية. لو سألت هذا الأخ محمد بيقول لك يمكن والله أكل ويمكن ما أكل. إذا هو كل يوم يأكل وجبة صحية، الصغير من هو عمره سنة وقاعد يشوف، لأنه من عمره سنة يأكل وجبة الأسرة على فكرة. فإذا هو من صغره قاعد يشوف السلطة على يمينه واللبن على يساره ونشويات عيش مكرونة باستا برغل هريس وعداله أي نوع من اللحوم، بس مشكل اللحوم بيشوف هذا الأمر عادي عنده، هذا ما بيعتبره غذاء صحي، هذا بيشوفه غذاء اعتيادي من عاداته وتقاليده اللي بيتعود عليها. لكن لما يشوف دائما همبرجر دائما خبصات وفجأة أنبك ضميرك كأب ولا أم وتبى تأكل أكل صحي، بيستغرب الولد يقول شو اللي حاط لنا قدامي، هذا أكل الفضاء. الغلط في الأم والأب إذا ما يتعودونهم. أما إذا غلط فعلا في هالشيء وحين بيعدل الأمر يدخله بشكل تدريجي، يفهمه يشرح له يتعنى ويتعب ويتكلم معه في نقطة إن أنا حطيت السلطة لكذا كذا، أنا حطيت هاي اللحوم مش النقانق والمسجق والمرتدلة لأن كذا كذا، وهل مجرى لازم يتعب. مدام خبص في البداية لازم يتعب. نعم طبعا حقيقة طريقة بسيطة لكن تحتاج إلى وقت حتى نقنع أنفسنا في البداية بنمط الغذاء الصحي، ومن ثم نقنع أطفالنا وأفراد الأسرة بهذا الأمر. سؤال عن الرجيم يعني من جواب بسرعة لو سمحتي لي. الأخ محمود عبر الإنستغرام يقول: أنا لي أكثر من 20 عام أعمل رجيم ومش عارف أخس. أيوة بس خلص سؤاله؟ خلص سؤاله. ايوه معلوماته كلها ناقصه، لانه ما قال لي شو الرجيم اللي يستخدمه ومن وين يجيبه. اقل شيء لو ماخذنه مني منك اقول انت مشيت للطريق الغلط، وروح عند اختصاصي تغذيه معتمد من احدى المستشفيات او المراكز الصحيه، بيسوي لك بعد فحوصات المخبريه اللي تمر فيها على طبيب عام، بيسوي لك نظام غذائي خاص بك بحكم عاداتك وتقاليدك الغذائيه. طيب يضيف الامور طيبه مع الرياضه. نعم طبعا يضيف بانه كيف انزل وزني بدون حرمان، وانا جسدي من النوع اللي يخزن الدهون، عندي كوليسترول ودهون وزهقت من السلطات، انزل كيلو وازداد 10. زين منو قال اني لازم اسوي له نظام غذائي بدون حرمان؟ منو قال ان النظام الغذائي من عند اختصاص التغذيه فيه حرمان؟ ما في ابدا حرمان، معناته هو نظرته خاطئه فيما يخص معنى النظام الغذائي وكيف يكون. فارجع لاختصاص التغذيه بيضبط لك كل هالامور. نعم. بحسب المعطيات اللي بيشوفها في الملف الطبي، مع طبعا الاكثار من الحركه والتمارين الرياضيه، لانه اي نظام غذائي نعم اي نظام غذائي وحتى اي دواء لا يمكن ان ينزل الوزن ولا اي حتى اي عمل اخر الا اذا ترافق ايضا مع الاكثار من الحركه وممارسه التمارين الرياضيه. نعم. يتحكم في الغذاء و30 الى او 25% يتحكم في
ممارسة الرياضة. هاي لازم قاعدة هم يحفظونها. نعم. سؤال آخر من الأخت ربا تسأل: كيف أتخلص من السوائل المخزنة بالجسم؟ حارب الماء بالماء. أحلى 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 نصيحة. نعم. حارب الماء بالماء. كثري وايد من الماء عشان تخف عندك الانتفاخات. وايضا حاولي تعرفين اول شيء الاسباب اللي ادت الى التورمات، قد يكون بعد من بينها اسباب تغذويه، كثره تناول للمعلبات والاطعمه العاليه. نعم. بالاملاح طبعا. نعم. هذا وكثير من الخضره والفواكه اللي فيها مضادات اكسده والكرامبري اللي كلها تخفف التورمات. لكن رقم واحد تكثرين من الماي، وحاولي تبتعدين عن اللي يحبس الماي خاصة اللي فيه كافيين من مشروبات عالية، يعني في كافيين مثل مشروبات الطاقة أو الغازية. نعم طبعا. موضوعنا نحن عن الأطفال، لكن هناك الأسئلة تخص الكبار. الأخت عبير تسأل: أنا ما أكل وايد، وزني ما ينزل، يعني مثلا في رمضان من الفطور إلى الفطور ما نزل وزني وما أخذ أدوية. إيه ما تأكل وايد، بس أنا شعرف لي شو قاعدة تأكل القليل من هذا اللي. نعم. أنا انها تاكل قليل ما تاكل وايد، يمكن القليل سعرات الحراريه جدا عاليه، الكوليسترول فيه عالي. انا اقدر اخذ ملع عوده يا دكتور، فراخ. نعم. او النفيش او الفوشار ملع. نعم. عوده اوكي، واكلها ومن هناك انا اكتسبت كل المغذيات و100 سعره حراريه. ويمكن. نعم. تقول لي والله انا كليت فطيره نوتيلا صغيرونه قد كف ايدي بس يا اخت ندى. نعم. وهي من هناك يمكن 300 سعره حراريه، فبنعرف شو الأكل اللي تأكلينه، نوعيته، مو بس كميته. احتمال هي فعلا تعرف ترفع عندك الوزن، ولازم نعرف عاداتك الغذائية بشكل عام، عاداتك السلوكية. نعم. ومسألة رياضتك كلها بتطلع من وراها النتيجة، عرفت كيف؟ نعم. يعني بهالطريقة. نعم، مثل أيضا ما ذكرتي، حتى في ناس يعني ربما يتناولون يوميا مشروبات مختلفة كالعصائر أو حتى الكابتشينو وغيره، ما بيعرف أنه فيها يعني سعرات حرارية كثيرة جدا، وتحتاج إلى لا يقل عن ساعة من الجري وليس فقط من المشي لأن نخلص منها. طيب إذا موضوعنا. نعم تفضل. أنا لو سنتين يوني قالوا لي إحنا خوات في نفس البيت ناكل ريوق وغدا عشاء، بس أنا قاعد يزيد وزني، وأنا الثاني. نعم. تقولي أنا ما يزيد وزني، يمكن ناخذها من ناحية عضوية إنه معدل الأيض أنت عندك عالي، فمعدل الحرق عالي. والثانية لا، أما تقولي أنا ما أكل وايد أكل شوية، تحتاج أن تمر على اختصاص التغذية. تفضل دكتور. نعم. طيب إذا نتابع موضوعنا عن الأطفال، لماذا بعض الأطفال يجوعون وبعض الأطفال الآخرين أيضا يعني يزدادون وزنا وغير ذلك؟ طبعا بسبب نمط التغذية الخاطئ. ذكرتي وجبة الفطور، ذكرتي الحلويات، نتابع أيضا أخت ندى. نعم، تكلمنا عن حرمانها عن الوجبات أو وجبات خاطئة، أجهزة إلكترونية أو تناولها الكثير من الحلويات، وني أيضا حق موضوع قلة النوم. الحين الأطفال في أجازات، مو معنى في أجازات والله خلي ثلاث إلى الساعة ثلاث أربع خمسة يسهر، يخلي أصلا في رمضان غير مقبولة لهذه الساعات، فما بالكم حتى في الأجازات. يعني الأجازة معناته حتى يرقد في الليل عشان الهرمونات تشتغل. فالدراسات تبين العلمية عدم حصول الطفل على ساعات كافية من النوم هذا يسبب له البدانة وزيادة في الوزن. إذا سبب له البدانة وزيادة في الوزن فدائما يعان، وإذا دائما يعان وين بتوقف الأم عن الأكل؟ وين بتوقف؟ والله لو تقعد أكل ثلاث وجبات وكثير صفاف بعد بيزيد عنده، لأن أسلوب الحياة عنده غلط اللي هي مسألة النوم. فمن باب أولى أنك تتبعين الطرق التالية كأم، حاولي عشان تعودين على أنه يربط ليلا مو بنهارا، أنه ياخذ مثلا حمام ساخن مثلا على الساعة 7 أو 8، هذا يعطي استعداد للنوم. تعطينا العشاء في وقت مبكر مو بالساعة 10 ولا 11 ولا 12 ولا ما بعد منتصف الليل، هو يسمونه وجبة عشاء. عشاء يعني في فترة العشاء، في فترة صلاة العشاء، يا قبل الصلاة يا عقب الصلاة، عشان يساعده على أنه ينام بشكل سريع ويحتوي على أغذية مهدئة. ما تعطونه أطعمة تحفز الخلايا الدماغ وبالتالي يكون مستيقظ، أطعمة مهدئة فيها حليب ساخن، فيها حبوب كاملة النخالة، مخصة تحطيلة عليهم حتى لو قطعة صغيرة من الشوكولات الداكن، هاي تساعده على الخلود للنوم. مش وجبات سريعة مسوية الجيمات وحاطة فيها نوتيلا، ترى النوتيلا بعد في النهاية حلويات فارغة. ركزوا على النوعية، حاولي تقرين له قصة قبل ما ينام، حاولي تعودينه على أن ينام بوقت مبكر في أجواء جميلة، مو بمكيف الأجهزة الإلكترونية، تلفزيونات، المكيف شبه ما يكون المكان حر،
إضاءات قوية إذا وانت بين ينام. قلة النوم سبب له دائما يوع وبالتالي يتخبط في الأكل، فهذا مدعاة أو تهيئة لأنه يصاب بالسمنة أو زيادة الوزن. فتخيلوا اليوع وين يودي. نعم، وطبعا هذه يعني كل ما ذكرتيه متوفر حاليا للأسف، وخصوصا في فترة الصيف يعني للأسف الأطفال يعني يسهرون ولا ولا ينامون النوم الكافي، أيضا دائما الأجهزة الذكية بين أيديهم مثل ما ذكرت، أيضا يتناولون الوجبات الفارغة ولا يفطرون، لا يتناولون وجبة الفطور. طبعا كل هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على صحتهم الجسدية. نعم عشان دكتور، والله احنا بروحنا الدكتور يتكلم عن أهمية الهرمونات وعملها ليلا لدى كل إنسان سواء بالغ أو طفل. فالطفل في مرحلة النمو، أبا الأمهات الأبا يسمعون أن هاي الهرمونات لو صفوا لها اضطراب نتيجة أن الطفل ما ينام بالليل، شوفوا شو بعد تسبب كل هرمون من الهرمونات النمو وغيرها. هذا ما بعرفين الحريم. نعم طبعا أني أقدر أنا أنيمة في النهار وأسكر الستاير وبلاك أوت وكل شيء مغلط، خلاص يعتبر مثل الليل. لا 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 غير. نعم طبعا. البيولوجي حق الجسم غير، استشعاره بالليل عن النهار غير. فهذا نبغى يعني صراحة دكتور يتكلم. إن شاء الله طبعا يعني دائما نحاول من خلال برنامج بلسم نوضح كافة المفاهيم الخاطئة، وأيضا نركز على المفاهيم الصحية، على العادات الصحية من أجل التمتع بالصحة بعيدا عن المرض تحديدا بالنسبة للأطفال. ونتمنى دائما أن نسعى جميعا وأن نعمل جميعا حتى يكون أطفالنا أصحاء، لأن الصحة في الصغر صحة ووقاية وحيوية في الكبر. ونحن بحاجة لأطفال أصحاء، بحاجة أيضا لمجتمع صحي من خلال الالتزام بعدد من النصائح اللي ذكرتيها، وهي نصائح بسيطة يعني ليست صعبة أخت ندى. مو صعبة أبدا، فعلا فعلا، بس ريت حد يطبقها. بس يعني في جزء والله يطبقونها، بس نبغى نفس تشمل الكل. نتمنى ذلك. كل الشكر لخبيرة الغذاء والتغذية السيدة ندى زهير الأديب، مدير إدارة التغذية المجتمعية في شركة صحة في أبوظبي. سيدة ندى شكرا جزيلا لهذه المعلومات. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا.